السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة ضبط المصنع للهاتف سامسونج جالاكسي S7. بنحذر يا جماعة، الطريقة دي هتقفل الجهاز على حساب جوجل. لو مش فاكر الحساب أو ناسي كلمة سر الحساب، أسفل الفيديو ده هتلاقوا رابط لفيديو تاني هنتعلم فيه ازاي نتخطى حساب جوجل لنفس الهاتف. كالعادة لما بنحاول نقفل الجهاز عن طريق زرار الباور، بيظهر إشعار من الجهاز إنك لازم تفتح الباسورد الأول. علشان كده هنضغط على زرار الباور وزرار الهوم وزرار خفض الصوت ضغطة مطولة، مع مراعاة انك لازم تخلي الشاشة على طول ايدك، ما تخليهاش تدخل وضع سليب. اول ما الشاشة تطفي هتشيل ايدك من على زر خفض الصوت وتنقلها على زر رفع الصوت، مع مراعاة الضغط على زر الباور وزر الهوم التلاتة في نفس الوقت. على يسار الشاشة هتظهر كلمة ريكفري مود، اول ما تشوفها هتشيل ايدك من على زر الباور. لحظات وهيظهر شعار الاندرويد زي ما احنا شايفين في الفيديو. تظهر لنا الشاشة ديت عن طريق زرار خفض الصوت، بننزل الاختيار ويب داتا فاكتور ريسيت، نضغط اوكي بزرار الباور، وبعدين ننزل على يس اوكي. بعد اعادة الضبط بنختار اول اختيار ريبوت سيستم ناو علشان الجهاز يعمل اعادة تشغيل. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة وبنضغط نكست، وبعدها بنختار USE Wi-Fi نكست Escape Anyway نكست. بنحدد الاختيار No Thank You، وبعدين بنضغط سكيب دان سكيب. تم عد ضبط المصنع بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار، اي مشكلة، طرق التواصل اسفل الفيديو.